على ذكر ماتش الاهلي والترجي يوم الجمعه الجاي ان شاء الله، عايزين نعرف حضراتكم ان النهارده اكيد الاهلي بيوصل استعداداته لمواجهه الترجي. اللقاء طبعا يعني المحدد ليه مساء يوم الجمعه المقبل ان شاء الله في تونس ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. الفريق وصل بسلامه الله الى تونس من امبارح، وكان في استقبالهم طبعا سياده السفير ايهاب فهمي سفير مصر في تونس، اللي رحب ببعثه الفريق برئاسه الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس الاداره فور وصولها الى مطار قرطاج. النهارده ان شاء الله هيكون في تدريبات للفريق استعدادا لهذا اللقاء المهم. طبعا الاهلي كان تاهل للدور نصف النهائي لدوري ابطال افريقيا بعد تخطي الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي بمجموع لقائي الذهاب والاياب، حيث فاز الفريق بهدفين دون رد في مباراه الذهاب على استاد القاهره، وانتهت مباراه العوده بالتعادل السلبي على المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء. طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق ان شاء الله في كل المواجهات القادمه. طبعا في كلام كتير جدا هنتكلم فيه، ده كده هيد لاين زي ما بيتقال او خبر او ماتشات سريعه، لكن طبعا في كواليس وفي تفاصيل كتير هنتكلم فيها. وزي ما كنا بنقول امبارح يا كريم برضو، مش عارفه ليه جزئيه ان الناس شايفه انها ادفانتج او ميزه كبيره ان الجماهير يعني مش هتكون حاضره. انا اعتقد تاني، وده وجهه نظري او انا هتبنى وجهه النظر دي، انا ما بشوفش النادي الاهلي بيفرق معاه ابدا الجماهير. يعني شفنا كتير ماتشات قبل كده وبطولات النادي الاهلي على ارض المنافس وسط جماهيره، بالعكس انا بشوف ان دي نقطه قوه النادي الاهلي مش نقطه ضعف ابدا. بس على كل حال يعني احنا مش هيفرق معانا ده، اعتقد احنا الفريق بتاعنا بيبقى مركز على حاجه واحده وهي البطوله او المباراه اللي هو يعني بيلعبها. فباذن الله كل التوفيق، لكن برضو اكيد في كلام كتير جدا. في كلام كتير كمان وهنستكمله كريم على مدار الحلقه الخاصه بالاخبار المختلفه. امبارح بعد ما احنا كنا بنتكلم على موضوع ميسي لو انت فاكر الموضوع كتير بقى صحف اخذت طبعا انطلاقه ثانيه، وهي فكره ان الموضوع يكاد يكون حقيقي. يعني ابتدى بالظبط يعني صياغه الكلام كمان والمانشيتات والاخبار الصحفيه المختلفه، ومش بتكلم محليا انا بتكلم عالميا، بتكلم في صحف يعني اسبانيه كمان تقول لك لا الموضوع يكاد يكون حقيقي. فهل الكلام ده ولا لا؟ وتبعات ده بقى هتكون ازاي؟ وده هياخد الدوري السعودي فين؟ دي نقطه برضو مهمه جدا. يعني هل بعد كده هنلاقي في احتراف في الدوري السعودي زي ما انت بتتكلم في اوروبا؟ يعني هل ده ممكن ما خلاص هو فاضل ايه يا ست الكل؟ كريستيانو رونالدو يعني عندك على يمينك اهو، وميسي على رمزين تقريبا في الجيل ده في الكره الاوروبيه، اعتقد ممكن يبقى ده المستقبل فعلا.